مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. ألعاب الصلاة في النادي الأهلي بتقدم كل الأخبار عن كل الفرق الرياضية الموجودة في النادي، بنتابعهم وبنتكلم عليهم وبنتكلم على كل حاجة تخص النادي الأهلي في الألعاب الأخرى برة كرة القدم. خلينا نبدأ النهاردة بتكريم الجميل اللي حصل يوم الاثنين اللي فات من مجلس إدارة النادي الأهلي. تكريم الرياضي وهو بيلعب في النادي الأهلي ده أعلى تكريم بالنسبة له، إن هو اتكرم في وسط ناديه بعد ما تعب وعرق وساب حاجات كتيرة في حياته عشان في الآخر يلاقي النادي الأهلي كمان بيكرمه. صدقوني اللعيب لازم يكون عارف حاجة مهمة جدا، كل لعيبة على مدار تاريخ النادي الأهلي بيحطوا نقطة أو ميدالية أو بطولة في تاريخ النادي، هو دول ولاد النادي الأهلي. بمعنى إن إحنا كل لعيبة البطولات بتبقى فيه إنجازات، ده التاريخ، هو ده تاريخ النادي اللي اتصنع من 120 سنة أو عفوا 112 سنة، ده تاريخ النادي. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا، نتمنى اللاعبين يكونوا عارفين ده وحاطين ده جوه دماغهم علشان يعرفوا إن أي بطولة النادي الأهلي بيخسرها بتقل بطولة مننا، لكن إحنا دايما عايزين نزيد في كل البطولات في المرحلة اللي جاية. فلعيبة النادي الأهلي وهي داخلة على سيزون جديد كده قوي لازم يكون عارفين ان احنا عايزين نزود التاريخ، كمان بطولات كتيره جدا جدا للنادي الاهلي عشان التاريخ يكتب في المرحله دي. في الوقت ده اللعيبه دي عملت بطولات كتيره للنادي الاهلي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه وانا واضح جدا اللي اتعلمته في النادي الاهلي حاجه مهمه جدا، ان القرار بيكون جوه النادي، مش لازم نطلع نتكلم ونقول فلان او واحد عمل او واحد ما عملش. أنا بتهاجم كتير وأول مرة هتكلم بصراحة شديدة، بتهاجم كتير من وقت كبير إن أنا لعيب هاندبول والنادي الأهلي والاتحاد والقصة دي كلها، أنا النهاردة بره اتحاد اليد. بمعنى الفترة اللي أنا كنت قاعدها في اتحاد اليد لازم كنت أحافظ على السر عشان ده اللي اتعلمته في النادي الأهلي، ولما بكون جوه النادي الأهلي لازم أحافظ على السر ومش لازم أطلع. المجد اللي إحنا بنعمله ده مجد للنادي، كلنا كده من مجلس الإدارة لكل السادة الأفاضل اللي بيشتغلوا في النادي الأهلي، ده مجد للنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي. القرار جوه النادي، مفيش حد فينا في الدنيا اتعلمنا كده ان هو يطلع يقول انا عملت وانا سويت، مهما عمل ومهما سوى مش لازم التفاصيل، لكن اهم حاجه النتائج. نتمنى الناس تكون فاهمه اللي انا بقوله ده كويس جدا جدا جدا، مش عشان خاطر حاجه، لان انا في يوم من الايام مش هطلع ومش هتكلم ومش هقول اي حاجه بتحصل في الخلفيات، لان ده الصح، ده اللي انا اتعلمته شخصيا داخل النادي ده وهفضل محافظ على ده. ولو في حد جه على النادي الاهلي وانا موجود النهارده هنا مذيع لازم هتكلم، وهتكلم بحياديه شديده جدا في كل المواضيع وباسلوب واضح جدا للناس. الموضوع مش مهاجمه لحد ولا مهاجمه لشخص ولا مهاجمه للاتحاد، انا بتكلم على حقائق بتحصل داخل مباريات الفرق، فرق النادي الاهلي اللي انا كنت في وسطيها. اتمنى ما حدش يزايد عليا انا شخصيا في اهلاويتي. اهلاويتي دي من الصغر، من 7 سنين دخلت النادي. النهارده 43 سنه جوه النادي ده، بحب الكيان، بحب الشغل جواه او براه، ولو طلب مني عنايه الاثنين لازم اديها للكيان ده. اتمنى الناس تفهم الموضوع ده كويس جدا. خلينا نروح لاخبارنا واخبار مهمه ونبدا بكره اليد اللي محيره جماهير كتيره جدا في النادي الاهلي. فريق كره اليد فعلا حصل تدعيم، الجماهير زعلانه بتقول لا، في نفس الوقت مجلس الاداره هو صاحب القرار. خلينا نمشي دايما مع مجلس اداره النادي الاهلي ونكون كيان واحد، جماهير وكمان مجلس اداره. لازم نقول ان فريق كره اليد اتدعم بالاولى لاند جرين، الراجل لعب 3 مباريات، اول مباراه فاز على الطيران، خسر تاني مباراه بالهليوبلس، وهتكلم على مباراه نادي هليوبلس مخصوص النهارده هتكلم عليها، لان انا حضرت المباراه دي جوه ارض الملعب ال 60 دقيقه قاعده بتفرج على المباراه عشان في حاجات كتيره حصلت داخل المباراه دي. كويس، وثالث مباراه الاهلي كسبها مع حدائق الاهرام، وبكره ان شاء الله هيلاعب نادي الحوار في الجوله الرابعه. نادي الحوار خسر اول 3 ماتشات، خسر من نادي الجزيره وخسر من اصحاب الجياد وخسر من سبورتنج. المباراه هتقام على استاد المنصوره الساعه 4 باذن الله بكره. خلينا نرجع لمباراه هليوبلس. مباراه هليوبلس في عندنا 7-8 لاعبين يعني ما كانوش موجودين، اصابات. هنبدا باسلام حسن، وعندنا بعديها عمر حجاج سافر الاعاره لبره، وكمان عندنا كان محمد جمال وعبد الرحمن فايز والناس، وعبد الرحمن فيصل اتصاب جوه المباراه، والهلم جره، وعصام الطيار مصاب، عندنا طقم مصاب. انا مش بحلل خساره
والله انا ما بحل خساره، لكن لازم نعرف الوضع كان شكله ازاي. ان في لعيبه ناقصه في النادي الاهلي، فاللعيبه اللي باقيه دي مكملين لدرجه النادي الاهلي وهو بيلعب المباراه بيحط 14 لعيب داخل السكور، يعني احنا لينا 16 بنحط 14 لعيب داخل السكور. المباراه النادي الاهلي بداها كويس جدا جدا جدا، قدر يمشي فيها في المباراه، لكن بصراحه شديده حكمي المباراه مش بعلق شماعه خالص. انا بتكلم على حوار دار جوه صاله نادي هليوبلس مع كباتن ونجوم مصر اللي هم لعبوا اللعبه دي، بتكلم على حكمين المباراه. بص مش هقول سيئين لكن هقول الحكمين فعلا عندهم غلطات داخل المباراه كتيره جدا كتيره جدا، مش هقول على هليوبلس بس الاهلي جه كتير، لدرجه ان لعيب الدولي ابراهيم المصري بعد 12 دقيقه بياخد كارت احمر. ليه؟ يعني المشكله هنا فين؟ لعيب دولي لعب كام مباراه كبيره جدا والحكم بيديله بعد 12 دقيقه كارت احمر. مش عايز اقول حكم قاصد عشان ما حدش يقول لك اصل هو بيهاجم الحكام، مش بنهاجم الحكام، لكن بس انا عايز الاتحاد المصري لكره القدم يتفرج على المباراه دي. الاتحاد المصري غير لجنه الحكام، خرج كابتن تامر فكري وخرج كابتن محمد شعبان وتولاها المحاضر الدولي وكابتننا الكبير كابتن عفت رشاد. اللي كان موجود جوه المباراه شاف بعينيه الموضوع شكله ازاي. الحكم كتير جه على النادي الاهلي كتير زياده عن اللزوم في كذا كوره. ناس هتقول لك ما هو اخر كوره كان في بلنتي كان ممكن كاستيلو يجيب الكوره جون ونتعادل. مظبوط؟ لا مش هي ده مش هو ده. النادي الاهلي طلع 6 جوان الشوط الاولاني من الدقيقه، بنلعب الشوط الثاني من اول دقيقه للدقيقه 20 الحكم جايب على طول فاولات عكسيه، بيحسب 5 6 فاولات عكسيه مش مفهومش فاول عكسي على لاعب الدايره بتاعنا. يعني مش ممكن يكون لاعب الدايره احمد عادل 6 فاولات عكسيه كتير، والحكم في الاخر قال للعيبه، انا بقول اهو كلام واضح اهو ده برضه الاتحاد المصري، الحكم قال للعيبه ايه؟ قال لهم معلش النهارده عدوها. ازاي؟ يعقل؟ ما يعقلش بصراحه. تاني بقول للاتحاد المصري لكره اليد نتمنى، انا عارف ان من جواك كان في لجنه فنيه عشان تثقف المدربين الحكام وكمان لجنه بتعين الحكام، النهارده المحاضر الدولي كابتن عفت رشاد بوجه له الكلام مباشره لان كلنا عارفين قدره في كره اليد المصريه. لازم نراجع امورنا، في الاخر ده دوري بيتلعب وراه ناس وراه جماهير وراه مجالس اداره، لازم يكون في شده شويه، لازم يكون في قرارات. مش تاني يوم الاقي كابتن اللي هو اعتقد كابتن محمود البلتاجي تاني يوم قاعد على الترابيزه بتاعه الحكام في النادي الاهلي في ماتش حدائق الاهرام. انا شايف ان ده ما ينفعش حتى يبقى قرار، مش هقول عايزين نعرف قرارات الحكام لكن نتمنى ان فعلا تاني مره اتحاد الاهلي يراجع امور الحكام بتاعته. انا عارف ان فيها كلام كتير جوه لجنه الحكام في الاتحاد المصري، لكن علشان بعد كده في الاخر ما يقولش اصل الجماهير بتهاجم، ما الجماهير بتهاجم باي اساس؟ بتهاجم لان بتتفرج، لان الماتش ده كان مذاع اللي احنا برضو هنتكلم عليه، كان مذاع على انترنت. طب احنا ما نذيعش ماتشاتنا ليه؟ اذا كنت حضرتك بتقول طلعت وعملت قرار وقلت حضرتك سوقت مبارياتك. تمام، طب الجماهير بتتفرج ازاي؟ اذا كنت حضرتك بتقول مفيش جماهير غير اللي يحضر داخل المباراه اعضاء او اعضاء النادي او اللي هم اللي معاه كارنيه الاتحاد. طب الجماهير هتتابع ازاي؟ طلعت على الصفحه بتاعت نادي هليوبلس والناس كلها اتفرجت، فالموضوع معلن. نتمنى منكم ان انتم تفعلوا موضوع اذاعه المباريات لان الجماهير نفسها تشوف فرقها حقها، يا اما ندخل جماهير ونبدا لكل الاتحادات. اتحاد كره القدم بدا من قبل كده وبدا يدخل النهارده في ماتش الاهلي والزمالك في السوبر مدخل 5000 5000. نتمنى من اتحاد اليد واتحاد الطايره واتحاد الباسكت يمشي على نفس المنهج، بمعنى ان هو يدخل 100 يدخل 50 ويبتدي يزود، لان الجماهير هي روح الرياضه. لازم نشوف الموضوع بشكل مختلف. ما شفتش اتحاد في اتحاد اليد او الطايره او الباسكت الثلاثه ما شفتش طلع قال دخلوا 50 واحد من الجمهور. قلقانين ليه؟ اللي ما يلتزمش نادي ما يلتزمش يتحمل، دي حاجه بسيطه جدا. ونتمنى يعملوا بطاقه الكترونيه ويعملوا سيستم، يعملوا اللي هم عايزينه، بس في الاخر لازم جماهير الانديه تخش جوه الصالات مره تانية علشان هي حياه الرياضي. اذا كنا احنا زمان وحضراتكم كلكم بتلعبوا في كل الاتحادات الاساتذه الافاضل او الكباتن الافاضل اللي ماسكين الاتحادات ما كانتش جماهير كتيره بالشكل ده، النهارده جماهير متابعه والسوشيال ميديا متابعه. فلو كنت حضرتك كمان مش هتدخل جماهير يبقى تذيع ماتشات. انا بتكلم على الاتحادات الثلاثه بصفه عامه. يبقى احنا كمان بتقول ما فيش جماهير وكمان ما تذيعش ماتشات، طب هو عايز يتفرج ازاي؟ عايزه يتابع ازاي لعبته؟ فلو سمحتم لازم نراجع الامور دي مره ثانيه وثالثه ورابعه في الثلاث اتحادات الجماعيه، لان هم اهم ثلاث العاب بالنسبه للجماهير. اتمنى كل رساله وصلت، واتمنى ان في المرحله الجايه يكون في تعديلات كتيره في الحكام، لان الحكم هو اساس المباراه، لان الحكم بيحكم هنا في مصر
اللاعب المصري بيتعود عليه، هيطلع بطوله عالم لبره، اعتقد ان التحكيم ده هو اللي هيتعود عليه، هيلاقي تحكيم مختلف، فالدنيا هتبقى مختلفه. نتمنى ان التحكيم المصري في الثلاث العاب جماعيه يكون تحكيم نقدر نراعيه في الاتحادات، ويقدر الاتحادات المصريه الثلاثه يقدروا يطلعوا حكام، يعني نقول حكام عالميين وقاريين، والقصه دي كلها علشان نقدر نكون في تحكيم عادل داخل المباراه. الحكم بيغلط اه، لكن لازم يكون في حساب للحكام. هنروح لاتحاد كرة السلة، هنسيب بقى اتحاد كرة اليد خلاص ولعبة كرة اليد، ونروح لكرة السلة. وإعلان الاتحاد المصري لكرة السلة، أعلن تفاصيل دوري المرتبط. قسم المجموعات لأربع مجموعات، حط على رأس كل مجموعة من الأربعة أربع أندية، الأهلي والزمالك والجزيرة ونادي الاتحاد السكندري. زي ما احنا شايفين قدامنا اتقسمت لأربع مجموعات. المجموعة الأولى الزمالك ومصر التأمين طنطا الطيران، المجموعة الثانية الجزيرة سموحة للاتصالات 6 أكتوبر، والثالثة الاتحاد والجيش والأولمبي والشمس، والرابعة وهي المجموعة الأهم بالنسبة لنا الأهلي سبورتنج أصحاب الجياد ونادي القناة. بكده النادي الأهلي هيبدأ ماتشاته بأول ماتش يوم 3/10، هيبدأ أدي المجموعة الرابعة قدامنا، هيبدأ يوم الخميس 3/10 النادي الاهلي وهيئه ونادي القناه يوم 3/10، بعديها هيلاعب اصحاب الجياد، وبعديها هيقابل نادي سبورتنج في اخر مباريات الدوري المرتبط او المجموعه. الدوري ده بينقسم لاربع مجموعات، المجموعه الرابعه هتقابل المجموعه الاولى، بمعنى الاول الرابعه يقابل رابع المجموعه الاولى، وهكذا يلعبوا ماتشين رايح جاي، اللي يكسب يخش الدور الثمانية، وهي دي تصفية دوري المرتبط في كرة السلة. وهيلعبوا الدوري بعد كده رايح جاي من دورين، راوند عندنا وراوند تاني بره، يرتبوا اللي يفوز يكسب دوري المرتبط، والثمانية دول هيروحوا يلعبوا دوري السوبر في الآخر، وهو الدوري الأقوى في كرة السلة. وكرة السلة كل الفرق تقريبا دعمت تدعيمات كثيرة، لكن النادي الأهلي دعم باسلوب الحمد لله. نتمنى باذن الله ان فريق كره السله يكون عند حسن ظن الجميع، ونتمنى اللي هو يشد على ازره، ونقول بطولات مهمه جدا في السيزون اللي جاي، لازم نكسب كل بطولات السيزون عشان نفرح جماهيرنا فعلا، لان فعلا السيزون ده كان فيه اضافات كثيره جدا داخل فريق كره السله. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. هنروح لخبر للسكواش، والسكواش هو عنده بطولتين، السكواش عنده بطولتين في ثواني يا جماعه معلش، عذرا. طيب عندهم بطولتين، الصيد وسبورتنج، نادي الصيد في نادي الصيد ونادي سبورتنج، وهيلعبوا البطولتين دول، وهم بطولات في الاخر، هم بطولات لسه يعني تحت الاستعدادات للدوري الجديد. كل الفرق هتلعب، هيلعبوا 5 ايام، هيلعبوا بداية من يوم 4 ليوم 9، وفي نفس الوقت هيلعبوا كل الفرق المراحل، 5 مراحل، 11 13 15 17 والدرجة الأولى، سيدات ورجال كل العمومي. هيشارك أبطالنا الكبار بإذن الله كريم عبد الجواد ومصطفى عسل، أكيد دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. بس عفوا البطولة من 19 ليوم 24 سبتمبر. وهنروح لآخر خبر معانا، الدكتورة جيانا فاروق وكابتن جيانا فاروق بطلتنا الكبيرة اللي كلنا بننتظرها دائما وأبدا، إن هي إن شاء الله تكون في الأولمبياد الجاية وبتحقق. جيانا فاروق على أرض الواقع النهاردة ثالث العالم، النهاردة لو كان في تأهيل للأولمبياد هي متأهلة رسميا، لكن هي عندها النهاردة بطولة دوري الدرجة الأولى للكاراتيه في العالم العالمي، هتلاقي في شيلي من يوم 20 ليوم 22. جيانا ما شاء الله عليها في وزن 61 كيلو جرام، كان اخر لما كابتن الخطيب كرم او مجلس الاداره كرم اللاعبين دول، لاعبين الالعاب الجماعيه او الالعاب الاخرى في نادي الاهلي، ما كانتش موجوده لانها بتستعد للبطوله المهمه، البطوله الاقوى بالنسبه لها، وكان السيد الوالد هو اللي تسلم الجائزه، وكانت حاجه رائعه جدا ولفته طيبه جميله ان كله بيجي يستلم هذه الجائزه القيمه من النادي الاهلي. خلينا نخرج تقرير عن فريق او الفريق اللي فعلا حقق معجزة في البطولة العربية في المغرب، اللي فرحنا وفرح جماهيره والناس كلها متابعة، فريق تنس طاولة النادي الأهلي اللي حقق بطولة هي الأقوى في تاريخه. أعتقد الظروف المحيطة اللي حصلت جوه فريق تنس طاولة في البطولة دي ما كانتش ظروف طبيعية، وقدر الحمد لله كمان في آخر ماتش، والأسطورة كابتن سيد لاشين، هنحكي حاجات كتيرة، بس خلينا نخرج تقرير عن فريق التنس طاولة اللي حقق البطولة العربية، وترجعوا تلاقوا معانا كابتن أشرف عبد الفتاح وكل نجوم فريق التنس طاولة.
حافظ الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بقيادة مديره الفني أشرف عبد الفتاح على لقب البطولة العربية للعام الثاني على التوالي للمرة 20 في التاريخ، وذلك بعدما فاز على نظيره قطر القطري بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية ودرامية بنهائي البطولة التي أقيمت بمدينة أغادير في المغرب خلال الفترة من 3 حتى 9 من سبتمبر الجاري، وشارك بها 19 فريقاً. استهل الأهلي مشواره نحو الحفاظ على لقبه متخطيا فريق سنجل الفلسطيني بثلاثية نظيفة في أول اللقاءات بالمجموعة الأولى، قبل أن ينسحب فريق عمال السكك الحديدية السوري، فيما كان الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-0 في ختام الدور التمهيدي. ثم فاز الأهلي على نظيره سار البحريني بنتيجة 3-0 قبل أن يواجه البحرين البحريني ويفوز عليه بنتيجة 3-2، ثم الختام الذي كان بسيناريو متكرر من نهائي النسخة الماضية أمام قطر القطري. لم يكن فوز المارد الأحمر باللقب مجرد بطولة عادية، لكنه كان انتصارا للمبادئ والقيم التي تربى عليها لاعب القلعة الحمراء، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني استبعاد ثنائي الفريق لسبب تربوي وتحمل مسؤولية خوض البطولة بأربعة لاعبين معليا راية المبادئ وقيم النادي العريقة قبل أن يفعلها شياطين الحمر وينجحوا في كسر كل التوقعات والحفاظ على البطولة وحصد اللقب 20. مثل الأهلي في هذه النسخة التاريخية أربعة لاعبين وهم السيد لاشين، محمد البيلي، محمد شومان، شادي مجدي، إضافة إلى الجهاز الفني والإداري الذي يترأسه أشرف عبد الفتاح المدير الفني، عمرو رضا مدرب عام، الخبير الصيني مستر زينغ، وأحمد حامد إداري. قدم أبناء الأهلي في البطولة أداء أسطوريا، كان خير مثال على ذلك فوز السيد لاشين كابتن الفريق على الصيني يان آن المصنف السابع عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة خالف فيها لاشين كل التوقعات، نجح في معادلة النتيجة قبل أن يفوز محمد شومان على محمد عبد الوهاب لاعب قطر القطري بنفس النتيجة ليحقق الأهلي فوزا غاليا ليضيف إلى دولاب بطولاته لقبا جديدا. المدير الفني عمرو رضا مدرب عام، الخبير الصيني مستر زينغ، وأحمد حامد إداري. قدم أبناء الأهلي في البطولة أداء أسطوريا، كان خير مثال على ذلك فوز السيد لاشين كابتن الفريق على الصيني يان آن المصنف السابع عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة خالف فيها لاشين كل التوقعات، نجح في معادلة النتيجة قبل أن يفوز محمد شومان على محمد عبد الوهاب لاعب قطر القطري بنفس النتيجة ليحقق الأهلي فوزا غاليا ليضيف إلى دولاب بطولاته لقبا جديدا.
الاهلي مرفوعه بابطالنا ونجومنا اللي بيحققوا بطولات كتيره جدا وكبيره وارقام كتيره بتحقق عيد ابطالنا في كل الالعاب. لكن التنس طاوله ما شاء الله 20 لقب للبطوله العربيه من اصل 31. دولاب البطولات ده بتاعنا احنا، بتاع النادي الاهلي، بتاع ولادنا، حقنا نفرح معاهم. الكاس اللي جنبي ده كاس مهم جدا للتنس طاوله، اتحقق بمبادئ وقيم واتحقق باحترافيه واتحقق مصنع ابطال وحاجات كتيره. لازم نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده، كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والمدير الفني. كابتن اشرف الف مليون مبروك على بطوله صعبه جدا في تاريخ دولاب بطولات التنس طاوله في النادي الاهلي. الله يبارك فيك كابتن خالد، شكرا. خلينا نرحب بكابتن اشرف صبحي مدرب فريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي ونقول له الف مليون مبروك كابتن اشرف، يعني ما شاء الله 20 بطولة عربية في دولاب البطولات. الله يبارك فيك يا كوتش. الحمد لله بفضل ربنا طبعا ثم مجهود الفريق وتدعيم كابتن محمود ومجلس إدارة ومدير النشاط صراحة. بس أكيد المدربين برضو عليهم عامل يا كابتن، أنت قلت المجلس الإدارة واللاعبين، لكن أكيد المدربين عليهم عامل. ما كوتش زي ما إحنا ما بنذكرش أسامينا هم برضو بيذكروا أسامينا، فإحنا بتلاقي هي المحبة من هنا. هو ده النادي الأهلي. نفسك. هو دول ولاد النادي الأهلي. خلينا نتكلم قبل بس ما نبدأ كواليس البطولة، لحظة التكريم اللي حضرتك اتكرمتوا فيها، فريق التنس طاولة اتكرم لسه أول امبارح البطولة العربية اللي الكاس ده موجود اتكرم فيها، اللحظة دي شفتها ازاي وانت قاعد يعني بتشوف كده التاريخ وبتحسب الحسابات والمشاكل اللي حصلت اللي هنتكلم فيها دلوقتي كلها؟ أنا عايز أقول لك حاجة كابتن خالد، إن إحنا ما لحقناش لسه نفك الشنط من ما بعد ما جينا من المغرب. أنا قبل ما أفك الشنط عشان نفك حاجاتنا في البيت وصلني خبر تكريم النادي الأهلي لمجلس اداره النادي لفريق النادي الاهلي اللي كسبان البطوله العربيه اللي لسه راجعين لفرق النادي بقى كمان طبعا فرق النادي كلها وابطالنا انما يعني انا قصدي ان البطوله بتاعتنا لسه سخنه يعني احنا ما لحقناش نوصل جالي مكالمه بتكريم مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي كان شعورك ايه لما خدت المكالمه دي؟ طبعا كان يعني فرحه يعني غير طبيعيه لان احنا ما لحقناش نوصل وتكريم على طول اكيد يا كابتن اشرف صبحي دي حاجه مهمه جدا لكن برضو في لحظه التكريم كان في تكريم اقوى ودعم ومسانده للكابتن مؤمن زكريا شفتها ازاي في حفله العاب جماعيه لكن كابتن مؤمن زكريا اللي هو مننا لعيب جوه النادي الاهلي شفتها ازاي شفت اللحظه دي ازاي والله يا كابتن خالد الموضوع دوت يعني مش عايز اقول لك يعني شوف الوش يعني الواجهه ان النادي الاهلي بيدعم يعني عايز اقول لك بيدعم اولاده في جميع المراحل ده كمان طمنا احنا يعني شوف يعني شفته كمان من النادي الاهلي والكابتن محمود ومجلس اداره وتدعيمهم دوت خلاني اشوف حاجه بقى وانا قاعد في الشغل عندي واحد زميلي وراني الجمهور وهو راح له عند البيت بيدعمه فكان منظر انا صراحه اول مره اشوفه فيعني شوف تدعيم النادي الاهلي بيعمل ايه وخلى الجماهير تعمل ايه فنادي يعني ما شاء الله كبير زي كده واللي ماسكه الكابتن محمود وهو تملي يقول حاجه حلوه قوي القيم والاخلاق ودي اهم حاجه عندنا هو ده يعني هو ده يطمننا احنا بقى اكيد اكيد بصوا لازم نعرف حاجه كلنا بنتناول من بعض في النادي الاهلي كله بيتناول من كله من ساعه النادي الاهلي ما اتعمل لغايه وقتنا هذا كله بيعلم اللي جاي بعديه عشان يظل النادي الاهلي ويظل النادي الاهلي هو في المقدمه دائما وابدا بطوله معاناه قويه جدا فيها قيم كتيره جدا للنادي الاهلي اتهاجمت في البطوله دي قبل ما نبدا برضو في الكواليس دي اهم حاجه اتهاجمت بعدم تدعيم الفريق دي كانت حاجه مهمه جدا جدا عايزين نعرف ايه الكواليس ايه اللي حصل يعني فيها قرار بنزول اتنين لعيبه لمصر وتحقيق معاهم ده قرار تربوي قوي جدا، تدريبات شاقه جدا قبل السفر، كل الفرق مدعمه صينيين ورحت بست لعيبه ووصلت لاربع لعيبه. عايز اعرف ايه الكواليس بالظبط يا كابتن؟ نبدا واحده واحده مع بعض. ناخد واحده واحده. واحده واحده الاستعداد قبل البطوله. كويس. طبعا الاستعداد كان تمرين كل يوم من اول شهر 7. كويس. تمرينات شاقه جدا واللعيبه كلهم التزموا معانا وانتظموا معانا. كان مجهود جامد قوي علينا وعلى الفرقه كلها وهم الحمد لله استحملونا. وقدرنا نمشي الموضوع بمساعده الزملاء المدربين طبعا وكابتن عمرو الكابتن اشرف صبحي وكابتن عمرو المدرب العام خلصنا مرحله التدريبات والاستعدادات وطبعا تجهيزات السفر والحاجات ديت وصلنا هناك للاسف حصل موقف مش ظريف من اللعيبه ما قدروش الموقف اللي احنا فيه ف
يعني انا بصراحه الموقف كان كبير عليا. ليه؟ كويس. ليه؟ لان النادي الاهلي مطلعنا نسافر نلعب بطوله ناخد مركز اول ونرجع. مظبوط. انا قعدت مع الولد ده وقعدت مع الولد ده ما قدرتش اطلع مين اللي غلطان. بالحل. بالظبط كده. انا اقدر، انا كاشرف كنت اقدر اخد قرار بترحيل واحد. حسيت ان انت ممكن تكون هتظلم لعيب على لعيب. انما لقيت ان انا عارف مش عارف احدد مين الواحد ده. كويس. فعلى طول رحت متصل بالكابتن رؤوف عبد القادر المدير. هو قفل في نقطه. اتفضل. لما طلع اتصلت بالكابتن رؤوف. اتفضل يا كابتن. معلش سوري انا كنت بس اروح نقطه تانيه. اتصلت بالكابتن رؤوف عبد القادر قلت له يا كابتن انا في موقف اول مره يحصل لي في حياتي. حصل كذا 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 كذا. قال لي اقفل. كويس. قفلت 10 دقائق 15 دقيقه بالكثير. قال لي راح مكلمني قال لي قرار ترحيل الاثنين. كويس. رجوع الاثنين لمصر للتحقيق معاهم. بالظبط كده. كويس. وتم تبليغ اللاعبين ان هم هيترحلوا كذا 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 وبعدين تذاكر. خلينا بلاش كلمه ترحيل لان هي في الاخر حاجه يعني حاجه تربويه مش حاجه سلوكيه لان هم برضه في الاخر اولادنا واكيد ده قرار النادي اللي بيحصل فيه. بالظبط. لكن خلينا نقول ده قرار تربوي من النادي الاهلي وحافظ فيه على مبادئ كتيره جدا. اتهاجمت بسبب ان انت ما دعمتش لعيب او مجلس اداره اتهاجم بسبب عدم تدعيم لعيب وفي نفس الوقت في اثنين لعيبه بينزلوا لمصر فبتلعب اربعه لعيبه في الاخر. برضه نبتدي من اول الموسم. كويس. مجلس الاداره السنه دي لاول مره بيدعم فريق تنس طاوله بادوات وحاجات باكبر مبلغ في تاريخ التنس طاوله. ما شاء الله. ده بدايه الموسم. نبتدي نيجي بقى في اللعيب الاجنبي اللي احنا بتاع احنا تواصلنا مع اكتر من 10 ل 15 لعيب اجنبي يقدر عشان ناخده يلعب معانا. كل الناس رفضت. ايه الجواب اللي طلع ده قدامنا؟ ده جواب طلع ده موافقه الاتحاد الكندي على مشاركه لعيب صيني معانا في البطوله. تمام نكمل. الاول نبتدي. الاتحاد الصيني قافل على اللعيبه الجامده بتاعته كلهم علشان هم بيستعدوا لاولمبياد طوكيو. كويس. فمانع اي حد خالص ان هو يروح في اي حته عشان المدرب الصيني بتاعنا ما عرفش يجيب لعيب صيني قوي من الصين. طب هسال سؤال واضح جدا عشان بس ايه يبقى الحقيقه واضحه. اتفضل. الفريق اللي كنا بيلعبه في الفاينل كان معاه لعيب صيني قوي جدا رقم 8 في العالم تقريبا رقم 7 ده بره الحسابات ولا ده محترف في اماكن فكان محاول هو يلعب معاه؟ رئيس الاتحاد العربي وهو تقريبا رئيس الاتحاد القطري على ما اعتقد نائب رئيس الاتحاد الدولي. شكرا. فبعلاقاته بيقدر يجيب. خلاص شكرا تمام كويس جدا نوضح بس للناس. تواصلنا مع كل الناس مع ناس كتير جدا 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 كلهم وصلنا رفضوا يعني اعتذارهم عن المشاركه معانا لظروف منها ان دوره الالعاب الاوروبيه بتتعمل في نفس الوقت بتاع البطوله. دي حاجه. الصين قافله على لعبتها الشتويه دي صح؟ دوره الالعاب الاوروبيه العاديه زي دوره الالعاب الافريقيه بالظبط. كويس كويس. الصين قافله على لعبتها. كوريا الجنوبيه بالعافيه سمحت للعيب واحد يطلع راح لعب مع الفحيل نادي نادي الكويتي. كويس. فما بقاش قدامي غير اللعيب ده اللي هو الجواب بتاعه من رئيس الاتحاد الكندي. كويس. ما جبتوش ليه؟ بعد ما وصلت لنا الموافقه اتفرجنا على الفيديوهات بتاعته. لقيت ان اللعيبه بتاعتي بتاعت النادي الاهلي افضل منه. هسال سؤال. اتفضل. بس عشان يبقى الكلام واضح. الموافقه طلعت من مجلس اداره النادي الاهلي بتدعيم رسمي كل يعني في دعم منك رسمي لنا؟ بمبلغ كذا بكل حاجه بكل حاجتك بلا شهر. كويس تمام. معانا احنا كويس. خلال الشهر ده بنتواصل مع الناس. كويس. عشان نجيب ما عرفناش. تمام. ما وصلناش موافقه غير من اللعيب الكندي الصيني اللي هو متجنس جنسيه كنديه. اما بصينا في الفيديوهات بتاعته وفي الماتشات بتاعته ترتيبه على مستوى العالم ترتيبه تقريبا ال 230 وبصينا على الفيديوهات بتاعته لقيت ان اللعيبه بتاعتي اقوى منه. هل هيبقى صح ان جهاز تنس طاوله في الاهلي مش هقول اشرف فتاح هقول جهاز تنس طاوله في النادي الاهلي يجيب لعيب اجنبي بمبلغ كبير كويس ويقعدوا على الدكه ما يلعبوش؟ 100% انا شايف ان القرار صح. ده قرار جهاز. بالظبط كده. فكان القرار بعدم الاستعانه بيه ونطلع باولادنا وان شاء الله ربنا يكرمنا. وده اللي انا عملته مع كابتن رؤوف عبد القادر قبلها بيومين. رحت له المكتب قلت له يا كابتن رؤوف انا اللعيب الصيني اللي اتيح ليا مش عايز ضعيف مش قوي فانا ان شاء الله هتوكل على الله واطلع باللعيبه بتاعت الاهلي. رجعت اتنين لعيبه وشلت كفنك على ايدك. الكلام واضح لان فعلا البطوله صعبه كل الناس مدعمه. حسيت بايه بعد القرار ورايح لفين والبطوله انت حامل اللقب؟ احنا الحمد لله كسبنا البطوله. ودي كانت اصعب بطوله في تاريخ البطولات ال20 اللي احنا كسبناها. انا يمكن حضرت من ال20 دول حوالي 13 ما شاء 14 الله. بطوله. دي كانت اصعب بطوله احنا كسبناها بس
انا قعدت مع اللعيبه بعد القرار كابتن محمود ومجلس الاداره ان اللعيبه ترجع. قلت لهم النادي بيثق فيكم، وان احنا عارفين ان انتوا رجاله وهتقدروا توقفوا موقف مظبوط وتقدروا تحافظوا على البطوله وترجعوا البطوله للنادي الاهلي تاني ان شاء الله. وده اللي حصل. اللعيبه شدت حيلها. انا لما كنت قاعد معاهم بناكل في المطعم وبشوفهم وهم بيهزروا مع بعض وبيتكلموا مع بعض، انا كنت مطمن شويه من جوه فعلا. طبعا احنا ما كناش مطمنين كابتن اشرف صبحي. يعني انتوا طبعا بتطمنوا، الموضوع مختلف بالنسبه لنا. اتنين لعيبه نزلوا ومفيش محترف والقصه دي كلها. قول لي تدريبات اللاعبين دي قبل بقى ما تسافر وانت بتدرب فيهم كان الرؤيه شكلها ازاي بينك وبينهم، الحوار بينك وبين اللعيبه دي ازاي؟ بصراحه يعني كابتن عمرو كمان دخوله الجهاز يعني تدعيم كويس لينا، يعني حاجه بشكر المجلس ومدير النشاط ان هو دعمنا بكابتن عمرو صراحه ربنا يبارك له. التمرينات صراحه كانت شاقه فعلا، كانت تمرينات الصبح كان في التمرينين من ضمنهم طبعا بيبقى فيه تمرينات لياقه وتمرينات قوه كثيره اللي هي مهارات تنس الطاوله. اللعيبه فعلا كانت بتطلع من التمرين مش عايز اقول لك ميته، واخدهم المدرب اطالاته بتاعه، وكان بيبقى فيه يوم الخميس تملي تمرين الصبح وبعد كده بيخشوا ساونا عشان يقدروا يكملوا الاسبوع اللي بعديه. ففعلا التمرينات كانت صعبه جدا وانا كنت مطمئن. بس هو كان في اثنين في الالعاب الافريقيه كان خالد والبيلي، وكان البيلي كان لسه ما كانش جاهز من اصابه فكان طلع البطوله فكان قلقان شويه. تمام. ازاي البطولتين ورا بعض اقوياء جدا؟ ازاي لعب بطوله افريقيه اداره العاب افريقيه قويه جدا وفي نفس الوقت بعديها على طول داخل اداره الالعاب او دوره الاداره العربيه للانديه؟ البطولتين مش المفروض يبقى فيه شويه فروقات عشان الكيرف ينزل ويطلع اللي هم بيتقال عليه يعني؟ ما هم بقى هي اللي بقى بتبقى يعني سياسه الاتحاد ان بيلعب بالبطوله فبيكمل بطوله عليها في نفس الدوله او ساعات بيعملوها في نفس الصاله عشان بيكسبوا وقت يعني. الاتحاد المحلي الاتحاد المحلي بتاع المغرب. تمام. مع اتفاق الدول العربيه فيعني ايه بيعمل الحته دي ورا بعض، بيبقى منهم مثلا يوم او يومين بس طبعا اللاعب ما بيلحقش طبعا ياخد راحه كافيه. وبعدين اصعب حاجه بقى في البطوله اللي ما حدش ياخد باله منها هو ده اللي كنت قلقان، بعد ما هما كانوا جاهزين في التمرينات وسافروا والحمد لله كانوا سته فما شاء الله، بعد اللاعب الصيني ما جاش. فالنقطه دي اتكلم فيها كابتن اشرف مهم جدا، كانت حلوه واحنا صراحه خدنا قرار بكده كابتن اشرف كان معانا ان حتى لو ما كانش اقل من اللعيبه اللي هو اللاعب الصيني اللي هو الكندي مجند كندي، حتى لو ما كانش اضعف من اللعيبه، حتى لو كان في مستوى اللعيبه، طب احنا نجيبه ليه؟ طب ما احنا اللعيبه بتاعتنا اولى اكيد. فدي صراحه قرار خدناه كلنا وكابتن اشرف ربنا يبارك له. يعني طول عمر النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي بيتحملوا قراراتهم ويطلعوا يقولوا احنا دي قرارات من عندنا احنا او احنا مسؤولين على قرار وكان قرار ناجح الحمد لله. لازم ندي مستر زانج حقه، التعامل مع مستر زانج والاضافه اللي قدمها جوه الجهاز، انا بحس شخصيا ان هو واحد بقى مولود في النادي الاهلي. هو زانج تقريبا كمل دلوقتي 10 سنين في مصر كلم عربي بقى واحد مننا خلاص بقى فاهم كل حاجه احنا بنقولها. التعامل معاه يا كابتن اشرف زانج بنحاول طبعا نستفيد منه اعلى استفاده، بنخليه يشتغل جزء شويه في مرحله الناشئين فتره وبعدين بعد كده بفتره ثانيه بيخش مع فريق رجال والسيدات. فهو ده اللي احنا بناخده منه ان احنا نحاول نشغله يعني يبقى يعني يبقى يأدي معانا في مرحله الناشئين وفي الرجال. وهو يعني مستجيب جدا معانا ووجوده فايده وافاده لينا الحمد لله. فايده وافاده للبطوله العربيه هي اهم بطوله في اعتقد في السيزون السنه دي بالنسبه للتنس طاوله. داخلين على ايه وايه المرحله اللي جايه؟ احنا كان المفروض عندنا ماتش في الدوري بكره بس تم تاجيله. وعندنا بطوله الجمهوريه يوم ال 22 فردي. والدنيا ماشيه احنا ما بنوقفش خالص يعني احنا الموسم بتاعنا مستمر. موسم مستمر يا كابتن اشرف لاستعداد ليوم 22 باذن الله بطوله الجمهوريه، استعداد اللاعبين شكله ازاي بعد ما رجعوا من المغرب ريحوا، ايه اللي حصل بالظبط في الوقت ده لغايه بطوله الجمهوريه ان شاء الله؟ والله يعني حتى اللعيبه جت من البطوله العربيه زي ما انت قلت، شفت بطوله افريقيا واحد داخله على بطوله الانديه العربيه، في لعيبه بتلعب شركات احنا راجعين من البطوله احنا لاعبين شركات، فالعمليه بتبقى زحمه جدا. مشكله يعني مشكلة عندك لعيبه تبقى تريحهم امتى؟ بيريحوش كده. دوري العاب افريقيه عربيه شركات جمهوريه دولي ودخلوا طبعا البطوله كانت الشركات من ابتدائي راحوا داخلين
احنا داخلين على النهائيات. فالعمليه بتبقى صعبه قوي ان احنا نقدر نعمل فتره اعداد لكل بطوله، فبنلحم البطولات مع بعض. فدي كانت بتبقى صعبه، بس احنا الحمد لله يعني برضو انا والكابتن عمرو قعدنا وابتدينا تمارين، حتى برضو عمرو بيعجبني ان هو بيشد على اللعيبه حتى لو تعبان، بيخرج منه اللي هو عايزه وبيطلع اعلى مجهود منه. بس انا كنت عايز اتكلم بعد اذنك بقى في البطوله العربيه في نقطه كنت هقول لك هي دي انت عايزه تفضل. ربنا يكرمك. المجموعه الاولى اللي اول ما ابتدوا طبعا هم هناك، وانا فعلا كان حصل ظروف وما سافرتش وكان نفسي ابقى معاهم، فطبعا بتبقى كلنا روح واحده اكيد. الحته بقى اللي بعد ما اللعيبه رجعت الجهاز، الحمد لله الجهاز الفني بيبقى يعني ايه برضه بتبقى صعب قوي ان انت تحافظ. الكابتن الخطيب بقى يعني ايه والنادي الاهلي ان انت تحافظ على القيم والاخلاق وفي نفس بقى الوقت البطوله، الاثنين بيبقوا صعب عشان نوايا صافيه، بيبقى تحت ضغط عشان نوايا صافيه. ايوه بالظبط، بيبقى صعب يعني الثلاثه دول مع بعض صعب. ففعلا فبدانا بقى في حلول. طب احنا دلوقتي فاضل اربع لعيبه، طب احنا عايزين نجربهم في الماتشات عشان نشوف مين اللي جاهزين. المجموعه الاولى كانت ضعيفه قوي، كان فيها فلسطين والسودان ومش فاكر الفرقه الاخيره، سوريا والمغرب. سوريا والمغرب كويس، فما كانوش الماتشات جامده. دي كانت مشكله للجهاز، انا كنت موجود هنا وحاسس بيهم. طب انا عايز اشوف اللعيبه مين اللي جاهز فيهم عشان ابدا بقى، ما خلاص هم عددهم يعني يا دوبك. ففعلا الله يكون في عونهم، والموضوع كان صعب جدا. دي برضه كانت من ضمن الصعوبات اللي ما كانش حد واخد باله منها، ان انا عايز اجهز الاربعه بقى عشان اختار منهم الثلاثه اللي هم يأدوا. فدي كانت مشكله، كانت مهمه كانت مشكله كبيره جدا. كابتن اشرف بصراحه شديده في الماتش الفاينل، انا كنت على الهوا مش هقول لك الحوار، انا اقول بس شويه مقتطفات في الحوار. 2-1 للفريق المنافس، وكابتن سيد لاشين الاسطوره بتاعتنا بيلعب المباراه الرابعه، والناس توقعت ان الصيني يكسب المباراه. شفت في الوقت ده قبل ما كابتن سيد لاشين شفت المباراه ازاي؟ راح الخساره ولا لا احنا لسه عندنا الامل وعندنا المكسب؟ هو برضه نبتدي الماتش من اوله. احنا المرعى بتاعت الماتش اللي قبل كده احنا خلينا سيد نمره 2 يلعب 2 و5 كويس، فغيرنا في الماتش الاخير، وهم الفرقه الثانيه ما توقعتش التغيير اللي احنا عملناه دوت. خلينا سيد يلعب اول ماتش عشان نبقى متقدمين 1-0. يلعب 1-4 عشان نبقى متقدمين 1-0. بعد كده نيجي الصيني يكسب شومان يبقى 1-1، وبعدين البالي يكسب المهندي احمد خليل المهندي يبقى 2-1 لينا. هو ده الماتش بصراحه شديده اللي احنا كان فيه مع كابتن بيلي، هو ده اللي ما اتحسبش. يعني ده كان عندنا الظروف، ما كان المفروض عندنا وبعدين راح عندهم. بصراحه اقول لك حاجه، يعني طبعا ماتش سيد، يعني انا يعني بعد ما البيلي خسر احنا قلنا خلاص احنا خسرنا، بس في نفس الوقت انا والكابتن عمرو حافظنا ان احنا ما تبينش لسيد ان خلاص ما فيش امل. لا، احنا من اول بنط في الماتش واحنا بنقوم نشجع وبنكلمه وبنواجهه وبنخليه ان هو يثبت. بصراحه شديده اي بنط عرفت ان كابتن سيد لاشين رايح في اتجاه المكسب من اول بنط. ليه؟ لان هو كان على طول متقدم، على طول متقدم على الصين. فهي دي اللي ادتنا الدفعه، وبعدين ابتدى الجيم الاولاني، وبعدين سيد الجيم الثاني، وبعدين الجيم الثالث سيد على طول متقدم طول الماتش، وبعدين وصلت 10-6، فخلاص بقى 10-6 يعني خلاص ان شاء الله الموضوع يخلص. كابتن اشرف صبحي انا عارف علاقتك بالكابتن سيد لاشين وتدريبات وبيكسبك، هو اكيد بيكسبك انا عارف. كل مره اكيد تدريبك اكيد تدريبك المباراه دي اختلف مع كابتن سيد لاشين. قول لي بقى شفت برضه المباراه دي ازاي وانت قاعد في مصر كده، يعني الدنيا نار والناس كلها مستنيه كابتن سيد لاشين يكسب، شفت الماتش ده ازاي؟ احنا تملي كنا نلعب طبعا، عشان لازم نكون واضحين، بيبقى ايه بتلعب على الامكانيات اللي قدامك، بتلعب على الامكانيات اللي قدامك. فاحنا بنعمل في اسوء الامور ان الصيني بيجيب ماتشين، فازاي انت تلعب على ثلاث ماتشات اللي بعديهم؟ فاحنا الماتش ماشي الحمد لله كويس، وبعدين مره واحده بقى لما الماتش الثالث بدا يضيع فكلنا فعلا حسينا بالياس وان الماتش ضاع. المهم خسرنا 2-1. وبعدين ايه سايب بيلعب. فاحنا طبعا ايه قلنا خلاص هيخسر 3-0، الواد الصيني جامد، فاول شوط كسبه ما شاء الله. فانا احنا طبعا ايه محروقين وعايزينه يكسب، بس في نفس الوقت ايه قلنا ده صيني طبعا هنفضل وراه. وبعدين في الاخر ده نمره 6 على العالم، استاذ صيني نمره 6 على العالم، عصاره الخبرات بتاعت زايد لاشين حطها جوه المباراه. يفضل قلنا انا هاخد اول جيم وبعد كده يدينا امل وبعد كده نخسر. فهو بيبقى انا اتفرجت على اول شوط كسبه، بس انا برضو محروق. فانا رحت سايب التليفون، كان متفرج بالتليفون على النت. رحت سايب التليفون وماشي عشان ما تموتش، بس انا هفضل ليه امل زي مثلا بطوله العالم في الفرق الكوره، كل شويه نفضل نقول هندخل هندخل، وبعدين رحت طالعين في الاخر. المره الاخيره الحمد لله طلعنا،
مبروك كابتن اشرف، وما شاء الله كابتن اشرف فتاح بطوله من فم الاسد زي ما بيقولوا، ودايما الاهلي في بطولات بنقول لك الف مبروك ودايما في انتصارات، وان شاء الله في المرحله الجايه نتابع فريق تنس طاوله اللي عنده بطولات كتيره، وان شاء الله كل بطولات السيزون تكون في النادي الاهلي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا كابتن اشرف عبد الفتاح، كابتن اشرف صبحي بنشوف، شكرا جزيلا كنت شكرا معانا. شكرا، ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك، والف مبروك لفريق التنس طاوله، وهنكمل وهنستمر مع الابطال والنجوم اللي حققوا بس ملحوظه سريعه. انا في اول الحلقه كنت بقول نادي الحوار هو نادي الحوار مش الحوار، عشان بس يبقى المعلومه واضحه وصريحه. خلينا نخرج لنجومنا وابطالنا ونستقبل النجوم اللي تعبوا وعملوا التاريخ للنادي الاهلي وعملوا البطوله العربيه رقم 20 في تاريخ النادي. ونتيجه ان النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد، اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد. نتيجه تاني النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. سلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تاني النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد، اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تاني النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. سلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تاني النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد، اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تاني النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. البطولة العشرين من 31 بطولة، مستمرين مع نجومنا وأبطالنا اللي حاول إنجاز العشرين في تاريخ التنس طاولة للبطولة العربية. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار النهاردة، كابتن أحمد حامد المدير الإداري للفريق. كابتن أحمد منورنا وشرفنا، ونقول لك ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يكرمك. وهنرحب كابتن عمرو رضا المتعب اللي هو تعبهم جدا، مدرب عام فريق التنس طاولة في النادي الأهلي. كابتن عمرو بنبارك لك، بس بيقول لك مجهودك جه
على فايده. الحمد لله طبعا كابتن خالد، وده فضل من عند ربنا الحمد لله. الف مليون مبروك. ربنا يخليك. بص بقى، لو قعدت اتكلم من هنا لغايه السنه الجايه مش هخلصه بصراحه شديده. يعني لو قعدت اتكلم واحكي عنك من الكبير واقول اسطوره واقول نجم النادي الاهلي ونجم مصر وتاريخ التنس طاوله معاه، وفعلا حقق انجازات وبطولات فرديه وجماعيه للنادي الاهلي ومصر وكل حاجه، فعلا لازم نقول له هو اسطوره كره او اسطوره تنس طاوله في النادي الاهلي ومصر، كابتننا الكبير كابتن سيد لاشين. الف مليون مبروك، جمهور الاهلي بيحبك عشان خاطر الكاس ده اللي كله كان فاقد فيه الامل. الف مليون مبروك يا سيد. الله يبارك في حضرتك يا كابتن خالد، ومتشكر على الكلام الجميل. كلام جميل يعني ايه ده؟ انت عايز اشعار وكلام وكل الناس كل ما انا ماشي الاسطوره. الله يبارك فيك والله، ده هم اللي قالوا كده عليا. انا كل اللي انا بعمله انا بحاول اجتهد ان انا ارفع اسم النادي في المكان اللي النادي يستحقه. اجتهدت، حطيت خبراتك كلها في حياتك في تنس طاوله في الكاس ده في الماتش الرابع يمكن، وكل الناس كانت فاقده الامل. قول لي حضرت نفسك ازاي؟ فرقتك خسرانه بتلعب قدام محترف كبير ولاعيب كبير، وبقول لك صراحه كل الناس متوقعه انت تخسر، قول لي عملت ايه وحضرت نفسك ازاي لهذه المباراه القويه؟ بعد بالظبط كده، يعني اللي حصل ان انا ما كانش عندي شك 1% ان البيلي ممكن يخسر في الماتش الثالث. دي حقيقه. انا ما كانش عندي شك ولا حد في الجهاز اصلا عنده شك في الموضوع. البيلي موجود. لما يجي لما يجي لما يجي هنتكلم. اتفضل. فانا لحد ما الاخر كوره انا متوقع ان البيلي ان شاء الله هيكسب يعني. لما خسر ما خدتش دقيقتين يعني، احنا زي ما تقول كده ايه، خدنا صدمه عصبيه. تمام، دقيقتين بس نشوف بس احنا نقدر نعمل ايه وبتاع. مفيش حاجه ممكن تتعمل غير ان انا انزل العب وخلاص، مفيش خلاص يعني. قدر ربنا وقع. والله هي دي فعلا الحقيقه يعني، خلاص ما الموضوع منتهي يعني. قبل الماتش هو عمرو بيقول لي بيقول لي كده، قال لك ايه؟ طبطب عليا قبل الماتش وقال لي بص هو يعني حاول، انا مش طالب منك حاجه بس كابتن حاول. كابتن عمرو هنوقفك. لا 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 هوقفك، انت الماتش ده هنحكي فيه كتير. كابتن عمرو قلت له حاول، واللعيب بتاعك نازل يلعب مباراه ومباراه فاصله، يا تكسب تحافظ على اللقب يا اما تخرج لبره. بالظبط. قلت له ايه؟ قول لي شعورك ساعه والله هو بعد ماتش البيلي طبعا كان الاحساس صعب شويه بالنسبه لنا. ان احنا برضو بنتكلم فنيا، ان احنا لعبتنا وعارفين ان في فروق بين يانان الصيني وسيد لاشين. بس الحاجه اللي كانت جوانا بدون مبالغه ان احنا متعودين من سيد ان هو دايما في الضغوط بيبقى موجود فعلا. يعني طول عمري وانا معايا في فرقه واحده وبنلعب، احنا لعبنا سنين مع بعض. كان عندي من جوايا امل كده، جوايا حاسه يعني كل اللي انا يقدر يعدي، ان يقدر رغم ان الصعوبه بتاعت قبل الماتش كانت صعبه جدا جدا. بس كان عندي احساس كده، رحت له بس قلت له يا سيد حاول. يعني حاول تعمل اللي عليك، بس مش يعني ما ولا ينفع نكلمه فنيا ولا تعمل ايه في الماتش. الماتش ده ما كانش محتاج فيه كلام فني خالص. يعني ما حاولتش تقول له العب باك هاند، العب فور هاند، مستحيل. العب على مفيش خطه هتتلعب بيها الماتش ده، مستحيل. الماتش ده ما كانش خطه. الماتش ده كان روح واحد بيقاتل لهدف عاوز يعمله، كان صعب جدا، كان مفروض صعب جدا قبل الماتش. كل اللي قلت له فعلا سيد حاول اعمل اللي عليك بدون ضغوط خالص. ما يبقاش عليك اي ضغوط خالص، اعمل عليك بس يا سيد. والله يا كابتن خالد في اللحظه دي انا كان عندي احساس شويه ان الموضوع، حتى دموعي كانت ممكن تنزل من الاحساس ان احنا خلاص بنخسر. سبته وما كملتش كلامي يعني. انا قبل الماتش سبت سيد وما كملتش كلامي، قلت له توكل على الله وخليه على ربنا يا سيد وان شاء الله خير. ونزل سيد والموضوع تحول مليون مره يعني، عمرنا ما نقدر نتكلم. الخلفيه دلوقتي بيني وبينه. الخلفيه اللي بيني وبينك كلمتك في التليفون صح؟ قلت لي انا نزلت الماتش ما عنديش سيستم لعب. صح. حصل. بدون خطه. بدون خطه. بالظبط، بدون خطه. لعبت مباراه بخبرتك في حياتك بدون خطه، ازاي لعبت بدون خطه؟ اصل ما لهاش خطه. هو لو عارف انا بقى يعني بلعبه على ايه. تمام، الموضوع هيتحول. لو لعبت سيستم كل كوره احنا لعبه بيبقى فيها ترتيب لعب شويه. فلو رتبت انا لعب تمام، هو طبيعي هيبقى واخد باله، وعلى عيب ما شاء الله يعني كان سابع العالم وحاجه جامده جدا، فعنده خبرات كتير قوي، فممكن يوقف الطريقه اللي انا بلعب بيها. انما انا كل اللي انا بعمله ان انا احاول اكسب الكوره اللي انا بلعبها. تلعب بونت 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 من اول الماتش لحد ما الماتش خلص. تمام، يعني كل بونت ممكن العبه بطريقه، يعني كل بونت عندك بكاس، كل بونت بكاس. هو كل بونت كده، لان انا لما تكون بتوصل بتلعب في الليفل ده كل كوره انت بتلعبها
تمام. كل كره بالذات بقى الكره السهله لو جات لك كره سهله وضيعتها هتندم عليها رسمي تمام، مش هيبقى فيها هات وخد، لان هو قليل لما بيقع في كره سهله. هو في الماتش ده انا حسيت فعلا ان انا ما وقعتش في كره سهله خالص. كل الكور اللي كنت بخسرها فعلا استاهل ان انا اخسرها، بلعب كور صعبه حتى هو بيجيب وكنت موفق بفضل الله سبحانه وتعالى ودعاء الجماهير الاهلي واهلي والنادي الاهلي وكل الناس اللي حواليا والله صح. فعلا انا حسيت بكده يعني. انا كنت خسران الجيم، كسبت الجيم الاولاني 11-8 عادي، مش مفاجاه ان انا اخد منه جيم يعني، بس ده المفاجاه ان انا اكسب. الجيم الثاني كان 7-3 ليه 7-3 ثواني بقى كابتن احمد حامد، انا هاخدك بناخد منك كلام كان ميت فوق بيلف على الصاله كان بيعمل ايه بقى، كان بيهدف كل حاجه. اولا اكيد مبروك، بس لحظه صعبه 7-3 وعمال تلف وتجري، طب في الملعب ايه ماتش سيد مبدئيا. اول جيم او اول جيمين كله قاعد ساكت خالص يعني ساكت، لا فاهمني عايز اعرف. بعد البيري خسروا على طول الماتش، كنا بنشجع الفرقه خلاص الماتش راح مننا، مش عارفين انه ماتش صعب. سيد لعب اول جيم كله ساكت، مش قادر يتنفس، انا بشوف الماتش يعمل ايه. لان سيد خد اول جيم تاني ناخد نفسنا بس خايفين يعني، عارف اللي هو خايف اشجع سيد يلا وسيد شد حيلك. 8-6 أو 8-7 سيد لاشين ابتدينا يلا يا سيد، كان ابتدينا بقى خلاص بقى يلا سيد وسيد. سبحان الله يعني سيد لاشين انا عايز اتكلم عنه في حاجه صغيره بس. قول. انا بقى لي 20 سنه في النادي الاهلي في تنس طاوله، سيد لاشين معايا من 2003 2004. لعيب معايا انا معايا بس عشان اللي معايا عشان بس ما تكبروش انت اللي معايا. ما شاء الله عليه في اي بطوله فرق بالذات تخص النادي الاهلي سيد من يوم ما بيخش المطار او من يوم ما يخش الفندق هو دخل في جو الماتش خلاص، قفل على نفسه، محدش ينفع يخش له، محدش قاعد مع لعيبته مثلا عازمينه في الاوضه او بيتكلم عليه في الماتشات بس. ادينا كواليس ما تدينيش كده، اديني كواليس قول لي بيعمل ايه بالظبط، انا عايز اعرف ايه اللي بيعمله سيد لاشين بصراحه. بصراحه طبعا لازم بصراحه سيد بيخش سيد بالظبط كده طول فتره البطوله، مفيش حاجه اسمها انزل، مفيش حاجه اسمها اجيب حاجه لنفسي، مفيش حاجه اسمها اروح مول، مفيش حاجه اسمها تمرين ماتش تمرين بس، بيتكلم في الماتشات بس. طبعا مش عايز انسى دور عمرو رضا كابتن عمرو، يعني كابتن عمرو عمل حاجه يعني، احنا كسبنا السنه دي كمدرب عام بيلف على لعيبه واحد واحد على طول، قاعد مع كل اللعيبه بيتكلم على البنج، بيتكلم على كل الماتشات. انا كنت معاه في الاوضه ماسك فيديوهات كل فرق وكل المحترفين اللي قدامنا عمال يحفظ فيهم، يكلم على طول كابتن اشرف المدير الفني عشان خاطر يقول هنعمل ايه، وينزل ينسق مع اللعيبه تاني ويرجع تاني. الاسطوره محدش بيرفع رجله ناحيته خالص. لا الاسطوره ده لسه قاعد معانا كابتن عمرو بصراحه شديده بتكلم معاك، كابتن اشرف صبحي، كابتن اشرف فتاح، كابتن احمد، كابتن سيد، كل لعيبه، انت محور اداء المكسب. بكلمه بصراحه شديده جدا، اكيد بندي الجهاز الفني كله حق طبعا، بس انت في بصمه واضحه من كلامهم كلهم عليك انت بالذات، حتى كابتن اشرف صبحي المدرب، كابتن اشرف فتاح المدير الفني ورئيس الجهاز، كله بيتكلم على عمرو رضا. ايه التغيير اللي حصل في فرقه التنس طاوله واديتهم ايه، وايه اللي كنت بتعمله قبل ما يسافروا البطوله دي؟ والله يا كابتن خالد اقول لحضرتك حاجه، مفيش واحد عمره هينجح لوحده، ده مليون في المية. اكيد احنا جهاز فني كامل فعلا، كنا بنشتغل كلنا تعبنا مع بعض قبل البطوله بشهرين تقريبا. انا استلمت مكاني في النادي الاهلي في 1/6، طبعا كان بالنسبه لي ده خطوه كبيره جدا وكنت بتمناها، بس فعلا من اول يوم احنا اشتغلنا من اول يوم على البطوله دي بالاخص، وكان قبليها كبطوله انديه افريقيه. كابتن اشرف صبحي طبعا حاجه بالنسبه لنا مثلنا الاعلى كلنا في النادي، وكابتن اشرف فتاح رئيس الجهاز والكبير بتاع الصاله ما شاء الله، كلنا اشتغلنا فعلا بجد، محدش اشتغل لوحده، بس يعني انا كنت جايب شويه حماس حماس الشباب، حماس طبعا والواحد كنت انا تجربه قبليها كنت ماسك منتخب الاردن كويس. كنت عامل نتائج كويسه جدا الحمد لله، كان نفسي طبعا ان انا في الاول في الاخر انا لعبت في النادي الاهلي 21 سنه يعني طبعاً. ومبطل في النادي الاهلي كابتن فرقه وكنت اتمنى ان انا يبقى ليا بصمه فعلا، والحمد لله الحمد لله توفر كل حاجه لينا فنيا جوه الصاله ان احنا نشتغل. طبعا من الناس اللي ساعدتني جدا وزميل عمري وصداقه قبل ما يكون في لاعب سيد لاشين، اللي الواحد ما يعني فعلا لو اتكلم عليه كتير قوي هيبقى كلام قليل جدا. من اسباب النجاح الحمد لله التزامه في التمرين وجديته اللي ادى حق للناس كلها ان في حاجه اسمها شغل طول الوقت، والحمد لله ربنا طبعا في الاخر كرمنا يعني. عايز اسالك السؤال الاهم، الضغط في التدريب اللي هم كلهم بيتكلموا عليه، التدريب بتزنقهم جامد، حتى زي اللي بيقول لي قبل الهوا هو داخل
اللي كان يعني بيظبطني في التدريب اول لعيبه كلها. قول لي بتعمل لهم ايه؟ ايه البريس حتى كابتن اشرف 10 الصبح قال نفس الكلام. قول لي بتعمل لهم ايه؟ بص اول الموضوع كله كان من البدايه اتفاق، يعني اتفقت بيني وبينهم ان احنا الصداقه والمحبه اللي ما بيننا بره الصاله احنا زي ما احنا جوه الصاله يعني التزام كامل ومش هسمح باي حاجه. وعشان كده بقول لك ساعدني جدا في الموضوع ده سيد ان من اول الناس اللي التزمت بكل قرارات بالتزام تمرين، حتى تمرين الصبح بعد الظهر كان يوميا ما عدا يوم سبت والاربع فقط بسبب ظروف النادي يعني. تمرين كان فيه جديه من الكل، يعني المدرب اللي بيلتزم بيجبر اي لاعب بيلتزم. احنا كنا قبل التمرين وقبل الشغل بنبدا نيجي بدري بنعرف هنعمل ايه النهارده، في تخطيط للتمرين، في كل واحد احتياجاته ايه. سيد انا طبعا عارف كويس قوي محتاج ايه، البيلي شومان عمر بدير خالد عصر شادي مجدي اللعيبه كلها كل واحد كان ليه دور الحمد لله. وانا عاوز اتكلم بس في كلمه معلش يا كابتن خالد على الهوا بتاعكم، على البيلي الهوا بتاعكم، عشان احنا قلنا بعد خساره البيلي مرتين عاملين خساره خساره ده انا هجيبه لسه هقوله ازاي خسرت بس البيلي البالي ما شاء الله في النادي الاهلي السنين اللي فاتت دي كلها مع سيد وبقيه الفرقه من اسباب اللي كسبت النادي في حاجات كتير قوي، يعني كسب النادي الاهلي كتير في اوقات كتير قوي. هي تقريبا البطوله الوحيده اللي ممكن يقولنا كلمه البالي خسر، بس يعني ده لازم ده حق ليه يعني لازم ياخده. لا انا اقول لك حاجه بصراحه شديده، يعني خلينا نتكلم كلنا كنا لعيبه في النادي الاهلي وانت كنت لعيب وبتبقى خسرت ماتشات طبعا وصاحبك سردك طبعًا. هي دي منظومه النادي طبعا، ان في لعيب بيسند لعيب وكلنا في الاخر بنحقق بطوله للنادي الاهلي عشان نقدم البطولات. كابتن احمد اكبر مشكله قابلتك في السفريه دي بالذات؟ مشكله الولدين اللي حصلت هناك، بس مش عايز اتكلم عنها واقول احداث، مش دعوه مشاكل مش دعوه مشاكل بيعت حقيقه لاخر النادي، لكن هم لعيبه في وسط الفرقه ولعيبه معانا ومكانهم كبير عندنا طبعا طبعا طبعا. ان احنا كان لازم هيئه الجو للفرقه ان مفيش اي مشاكل خالص، ان اللعيبه لازم تكون كلها مركزه، ان طلباتهم كلها مجابه. انا عايز اقول بس حاجه صغيره مهمه قوي، احنا مكسبنا كان الروح، احنا يعني احنا كسبنا بجد بسبب الروح. الفرقه بعد المشكله ما حصلت على طول الاربع لعيبه الموجودين محمد شومان محمد البيلي شادي مجدي كابتن سيد لاشين عمرو رضا كابتن اشرف فتاح، الدنيا اتغيرت، الروح حبوا بعض قوي، ركزوا قوي، كل واحد بيقول كلمته، كل واحد مش هيتنازل ان هو ياخد اول. لعبوا كل ماتش ماتش، على فكره الماتش اللي كان قبل الفاينل كان اصعب من ماتش الفاينل كمان، ده حقيقه. وراح مننا ورجع وكسبناه، والباقي اللي كسب وعمل اللي عليه، وسيد كسب وعمل اللي عليه، وشومان كسب برده عشان الراجل مش موجود وعمل اللي عليه. شومان كان مفاجاه في البطوله شومان اداء كان مثالي في البطوله صراحه. ورايحين ماتش الفاينل ان احنا المفروض هنكسبه بسهوله كمان، لقينا الموضوع اتغير وكسبناه بصعوبه، وربنا ثبت سيد لاشين وقدرنا نكسب الماتش. فانا شايف مكسبنا هو الروح، تدعيم طبعا مش عايز اقول النادي الاهلي كله من اول اصغر واحد في النادي لحد كابتن محمود الخطيب كله دعمنا، الاتحاد دعمنا، الناس الدكتور كله دعمنا، مفيش حد ما دعمناش، الناس كلها كانت بتشجع بقلب يعني. الحمد لله احمد وكابتن عمرو فرحان بيكم جدا، فرحان بفريق تنس طاوله، عايز اقول لكم الف مليون مبروك. نتمنى في المرحله اللي جايه كل بطولات النادي عشان جماهير النادي اللي فرحت بتنس طاوله فعلا فرح وفرح مش طبيعي على تنس طاوله ان هو كسب بطوله عربيه، كانت بطوله صعبه، لكن لازم نشكر الجهاز الفني والاداري اللي تعب وهيئ كل المناخ كويس لعبتنا هي تكسب. انا الف مبروك كابتن عمرو، استاذنك عاوز اشكر بس شخص مهم جدا بالنسبه لي كابتن رؤوف عبد القادر، اللي هو من احد الناس اللي دعمت جدا وجودي واللي كانت رشحت وجودي طبعا، ان هو كان من اسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى وموافقه مجلس اداره طبعا على القرار، وده بشكرهم جدا جدا. وبشكر سيد لاشين بجد والله كابتن فرقه بمعنى الكلمه، كابتن يعني كابتن حقيقه، حاجه الواحد يفتخر ان هو في صاحبي وعشره عمري وحاجه جميله يعني. انا اللي بفتخر بيه، انا خليكم شكرا لحضرتك جدا جدا. وفي حاجه مهمه برضو عشان وقتها يعني ان اللي حصل منهم معاهم المشكله ونزلوا مصر كانوا من اكتر الناس يعني روحا وبيشجعونا ومعانا ومتابعينا على التليفون. لا لا مش في هي مش على التمرين، هنتكلم في بعد ما مش بعد ما بعد ما نزلوا فضلوا متابعين، بس هنتكلم في كل حاجه للحق انت قاعد معانا يعني. لكن هنشكركم لكم الف مبروك كابتن عمرو، شكرا لحضرتك الجميل والراقي، وان شاء الله باذن الله كابتن احمد حامل في المرحله اللي جايه محتاجين كل فترات. شكرا لازم نشكر الجهاز الفني والاداري لان هو فعلا الهيئه المناخ. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل كابتن محمد البيلي وكابتن شادي مجدي وكابتن سيد لاشين مستمرين معاكم.
لجمنا الحول انجاز هم اللي قاعدين معايا خلاص. الجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي بنشكره شكرا جزيلا وبقول له الف يوم مبروك. خلينا نرحب بنجمية الموجودين معايا كابتن شادي مجدي الف مليون مبروك واصغر لاعب في فريق النادي الاهلي. صح؟ صح. مش عارف ليه بيقولوا عليك اصغر لاعب. سنة انا اصغر فعلا. خلاص يبقى تمام. ومعانا كابتن محمد البيلي نجم النادي الاهلي ونقول له الف مليون مبروك برغم خسارته المباراه لكن قدرنا نحقق البطوله. كابتن بيلي مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مليون مبروك. عملت مباراه في الدور قبل النهائي قويه جدا. الحمد لله. والناس شافت ان المباراه في الفاينل كانت فيها شويه دروب. خلينا نتكلم على مباراه الدور قبل النهائي الاول اللي قدرت تعديها وكانت مرحله مهمه جدا وماتش مهم جدا وماتش قوي قدرت تكسبه. والله الحمد لله كابتن خالد المباراه دي زي ما حضرتك قلت دي كانت اول مباراه قويه في البطوله. المجموعه كانت الماتشات سهله لحد ما ودور الاربعه بس ماتش السيمي فاينل ده كان ماتش مهم جدا برده. كان نادي البحرين معاهم محترف المفروض على الورق اللي هو جايب ماتشين فكان كل لعيب مننا مطالب اللي هو يجيب ماتش والحمد لله قدرنا نكسب كل واحد مباراه. وكانت مباراه الفاينل المفروض كده يعني برده معهم برضو واحد صيني مصنف سبعة العالم هو في منتخب الصين لمدة 4 سنين كان رقم 5 واخد بطولة العالم تحت 18 سنة فالمفروض برضو كان كل لعيب المفروض كان ياخد مباراة بس أنا المباراة دي حصل لدروب أكيد شوية فيها أثرت فيها وبوعد الناس إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله تبقى مش عاجب الأمور أحسن التأثير. بصراحه انا لان انا عارف ان انت لعبت فول باور في المباراه بس في الاخر في توفيق وعدم توفيق ولا ايه رايك يا كابتن سيد؟ هي ظروف ماتش مش في توفيق وعدم توفيق زي ما انت كنت نازل ماتش الصيني ما انا لا نتكلم بقى صح ولا ايه؟ قول لي رايك ايه؟ لا انا رايي ان هو مش تقصير هو الواحد لو بيأثر لما بيكون يقدر ان هو يكسب تمام والمكسب يجي له ويروح انما في ساعات حته توفيق كتير قوي بتفرق مع اللعيب تمام وده اللي حصل معاه هو كان السكورات كلها جوز والجيم الرابع كان 10-6 ليه وكان خلاص يعني بونت واحد وهنخش في الخامس وهيعمل برضه ريمونتادا اللي هو عملها في الماتش اللي هو اللي قبليه السيمي فاينل تمام بس هو ده اللي حصل يعني ان هو البونت ما جاش تمام ودي مشكله عندنا احنا في اللعبه انا ممكن بونت واحد بونت يطلعك وبونت يقلب الدنيا كلها بالظبط فهو يعني هو مش تقصير هو بس سوء توفيق او عدم توفيق مش عبر السوء دي عدم توفيق تمام ويعني الحمد لله رب امين يعني ربنا سطر عليا في الماتش وبعد كده وكسبنا وشومان كسب في الاخر وكده خلاص احنا لا احنا تيم في الاخر بالظبط مش لازم نقول كابتن محمد البيلي زي ما هم قالوا نجم من نجوم النادي الاهلي أكيد. ونقول له الف مبروك وهارد لك ماتش وعدى لكن في الاخر فريق النادي الاهلي التيم الحلو اللي قاعد قدامي ده هو اللي كسب البطوله. كابتن شادي مجدي لازم تقول لي شفت المباراه النهائيه بقى ضغط عصبي اللعيب اللي هو خارج السكور اكتر واحد بيتنطط ده ما انا بقول اهو غير مختلف بقى غير جوه السكور شفتها ازاي؟ بص يا كابتن خالد هو الموضوع فعلا احنا عندنا في التنس طاوله اللي بيبقى قاعد بره بيتوتر اكتر من اللي بيبقى على الترابيزه فانا وانا قاعد بره طبعا زي ما بيبو قال وسيد قال ان احنا الماتش كان معتمد ان احنا نكسب كل اللعيبه العرب فالماتش كان ماشي كويس لحد الماتش الثالث طبعا ما كانش فيه توفيق بالظبط بس الحمد لله يعني جينا على ماتش سيد بصراحه يعني كان كله يعني احبط شويه كان الموضوع صعب ما كناش عارفين حتى يعني انا قاعد انا وشومان بره بنتكلم خلاص يعني بنسبه كبيره صعب يعني شفت الماتش بتاع الاسطوره ازاي؟ بكلمك بصراحة ايوه انا عايز الكواليس بقى بكلمك بصراحة بلاش فضايح يعني بكلمك بكل صراحة يعني انا بداية اول جيم سيد بيلعب كسب اول جيم عادي بتحصل اللي هو ماشي مش مصدق ان لا صعب يعني احنا عندنا في مجال البينج بونج الناس الصينيين صعب قوي تكسبهم فعلا يعني وبعيدا كمان ان هو كان في منتخب الصين 4 سنين واخد بطولة عالم ناشئين لا موضوع صعب فخد اول جيم اللي هو اوكي تمام كويس سيد ربنا معاك خد الثاني لا ده كده بقى الموضوع بيسخن ده احنا شكلنا هنكسب قول يا بيلي شادي اتنطط ازاي بره عمل ايه لما سيد بدا يكسب جيم في جيم كلنا ما كناش مصدقين يعني بصراحه واللي سيد عمله ده انجاز طبعا رهيب والحمد لله قدر يرجع المباراه ثاني يعني انا بالنسبه لي ممكن اكون اسعد واحد بالمباراه دي
اللي سيد كسبها عمل حاجه صعبه جدا. هو انسان يستاهل كل خير اكيد. اكيد عمل خير كتير في حياته اكيد بجد والله. اتظلم في حياته يعني. الماتش ده ليه معنى كتير لكابتن عمرو برضو، كان اول بطوله ليه فكانت مهمه جدا. كلنا كنا عايزين نكسب البطوله دي عشان نفرحه، عشان دي اول حاجه ليه. فكان علينا ضغوط نفسيه عصبيه رهيبه. فانا طبعا بشكر طبعا سيد على الماتش ده، عشان يعني كنت انا اللي هشيل الليله يعني من الاخر. يعني مفيش حد بيشيل الليله، مفيش حد، احنا تيم ورك الحمد لله. اعتقد انتوا تيم ورك واحد. اكيد تيم ورك، بس بيبقى الموضوع بيبقى في حمل يعني الواحد طبعا الواحد بيحس ان هو ممكن، هو مش بمزاجه يعني، بس حتى لو ممكن يحس ان هو قصر لو جزء صغير منه ما قصرش. هو مفيش توفيق. كابتن عمرو رضا شويه في التدريبات الشاقه والعنيفه اللي كنتوا بتمرنوها وكلكم اجمعتوا ان في تدريب شاق بيحصل. ده حقيقي بقى. داخل المستوله ايه؟ ايه قول لي كواليس؟ كل يوم صبح بتجري؟ بتجري منه مش عايز تتمرن؟ لا مفيش حد بيعرف يهرب. التمرينه الواحده بموضوع كبير يعني. مفيش. لازم كله يتمرن صبح وليل، ويعني حتى لو اصعب الظروف اللي انت ممكن تستاذن فيها التمرينه يعني. بس غير كده لازم كله يبقى موجود. لازم يبقى موجود. يعني دي بصراحه كابتن عمرو وكابتن اشرف صبحي وكابتن اشرف فتاح كلهم يعني كانوا مجمعين على الموضوع ده. الالتزام شيء مهم، لكن انت كنت عايز تشكر اثنين لعيبه اللي هم رجعوا لمصر. ليه بتشكر؟ مع ان هم يعني هم في الظروف اللي حصلت منهم ممكن الناس تبقى زعلانه او يعني اكيد كلنا زعلانين منهم. لا انا بتكلم عليهم هم، ان هم يعني هم رجعوا من هناك كده. بس يعني عمر وخالد كانوا متابعين معانا وبيكلمونا وبيبعتوا لنا يعني شدوا حيلكم ومستنيينكم ان شاء الله تكسبوا باذن الله. ويعني دي روح تحسب لهم وان شاء الله باذن الله يعني قرار النادي يكون حنين عليهم ان شاء الله. بتطلب ايه من اداره النادي ككابتن النادي الاهلي على هذا الموضوع بالذات؟ يعني احنا عندنا المنتخب والحاجات دي بتبقى ليها علاقه بالنقط البوينتس اللي هم بياخدوها في البطولات المحليه، ويعني هو يكون رؤوف بيهم شويه تمام عشان يقدروا يكملوا حياتهم عاديه من غير مشكله. وطبعا انا عارف يعني ان هم اكيد هيبقى في خصم او حاجه كده تحسب، بس نستنى قرار النادي الاهلي في هذا الموضوع. خلينا نرجع للفرحه بتاعتنا اكيد وخساره الشوط الثاني وخسران 7-3 صح. انا مذاكر جدا والله. هي 7-3 يمكن لعبت كورتين كويسين تمام صعاب يعني الحمد لله، بقيت 7-5. وهو انا بحكم ان انا لعبت كتير قوي ببقى قاري اللي قدامي ده خايف او مش خايف. حاسس ان هو اتهز شويه في المباراه. كتير اتهز جامد. كتير اتهز جامد. لا احنا شايفين بره باين كتير يعني. باين هو حاسس ان هو يعني هو نازل ان هو الماتش مش هياخد في ايده غلوه يعني زي ما بيقولوا كده تمام. لما خاوي الجيم وبرده كان 7-3 وابتديت ارجع. حتى 7-3 انا بلعب وانا واقف يعني واقف كويس وبس بخسر النقطه في الاخر تمام. لما جيت 7-5 و7-6 هو ده الوقت اللي تقريبا هو فيه ابتدى يخاف. احنا بنقول عليه بقى يرعش، فكورته بتيجي اسهل كتير من الاول. لحد كان 10-8 ليه، كسبت كورتين صعاب جدا برضو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انا لعبتهم كويس بفضل الله سبحانه وتعالى وكسبتهم حلو. سلبيه اللي قال لك المهم عملت خير كتير في حياتك. صح ولا ايه؟ اللهم اغفر لما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون. سيد كان بيقول حاجه بيهزر يعني بعد الماتش، بيقول انا خايف وانا بتفرج على الماتش على الموبايل اخسر. لا بس فعلا الموضوع كان صعب يعني. كان صعب. كابتن بيلي نتكلم بصراحه شديد، كابتن اشرف صبحي قال انت كنت مصاب. مش بنعذرك في الموضوع، لكن اكيد الاصابه دي كانت فارقه معاك داخل المباراه مع احمد المهندي احمد خليل. لو تعادل 10 مرات هتكسبه ال 10 مرات صح. الحمد لله انا لعبته قبل كده والحمد لله كسبته كتير قبل كده. وزي ما كابتن اشرف صبحي زي ما كابتن اشرف صبحي قال طبعا انت حضرتك عارف الاصابات بتفرق مع اللعيبه. انا اتصبت مرتين، اتصبت في ظهري في البدايه في شهر 12 قعدت شهرين، بعد كده في كتفي قعدت شهرين. ودي كانت اول حاجه ليا بعد الاصابه. وكمان انا كنت في الرباط، كنت مع المنتخب في الالعاب الافريقيه، لعبت برضو لعبت 4 ايفنتات يعني، لعبت الفرق واخدت ذهب ولعبت الدبل واخدت فضه والميكس واخدت برونز. فكان الحمل كان كتير قوي عليا بعد الاصابه، اللي انا اقعد 4 شهور ما العبش بعد كده ارجع في بطوله بطولتين ورا بعض اقعد شهر هناك. فانا مش بتلكك يعني ولا بتحج ولا حاجه، بس حضرتك كنت لعيب وعارف طبعا موضوع الاصابات صعب شويه اللي انت ترجع لفورمتك او الكلام ده. فبوعد الناس ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله الامور تبقى احسن يعني. كابتن شادي اكيد هناك وانتوا تيم ورك 4 اكيد في الكواليس في الاوضه المغلقه بتتكلموا فيها. كابتن سيد لاشين كان بيقول ايه؟
والله يعني كان الكلام اول لما خالد وعمر رجعوا ان اول حاجه ان احنا نحاول بس نلم الشمل يعني اول حاجه وان ما نتاثرش وان قصاد ده برده لازم نثبت للنادي وللجماهير ولاعضاء مجلس اداره والكلام ده كله ان احنا قد المسؤوليه ورغم يعني مشاكل او ايا كان الصعوبات اللي واجهناها دي ان احنا نقدر نكسب البطوله برده فده كان كلامنا كلنا كلام سواء سيد او كلام الكباتن كلهم كابتن اشرف او كابتن عمرو او بيبو او انا او شومان ان احنا لازم نكسب البطوله دي شومان يعني سؤال بقى مهم شومان نط في الاخر كده عم نطت على الترابيزه والله انا حسيت هو نط ازاي عمل مع ان ما شاء الله عليه ازاي عمل اشاده لا هو الواحد بيبقى جواه ادرينالين جوه الماتش يعني ممكن فعلا يخليه يعمل اي حاجه فعلا يعني واحد بالذات ماتش زي ده ماتش مهم جدا وحاسم ده حقيقه على الترتيب خلاص 2-2 خلاص طبعا لازم هيموت نفسه عليه ما يعني يعني اي حد مكانه بيبقى مضغوط ضغطه هو من كتر الضغط اللي هو جواه بيطلع كل حاجة. حاجه بقى في كده على الترابيزه ونزل صح كده بالي يقول لي مستر زينج جوه الفريق راجل بقى بيتكلم عربي عادي زي ما كانت اشرف فتح قال والجهاز والاطار وكل ده مستر زينج التعامل معاه ازاي والله مستر زينج اصلا في مصر بقاله 10 سنين هو كان ماسك في نادي سبورتنج الاول بعد كده مسكنا فتره في منتخب مصر بعد كده النادي الاهلي فهو بقى بيتكلم عربي يعني عادي خالص عادي يعني الامور بقت ما عادش في سيني خلاص اكيد بقى بس مع السنين مش مع مش معانا يعني بيتكلم عادي معانا طبعا مستر زينج فارق معانا جدا مدرب كويس بقى عنده خبرات كتيره زي ما قلت لحضرتك مسك في منتخب مصر ونادي سبورتنج والاهلي ففارق معانا جامد يعني الحمد لله كابتن سيد لاشين سريعا جدا كنت عايز توجه كلمه شكر ليه؟ للجهاز الفني في نادي الزمالك وفريق سيدات نادي الزمالك قلت لي كده ليه؟ واحنا بنلعب يمكن هما كان عندهم الفاينل في مع فرقه من الجزائر كان هما الماتش اللي قبلينا على طول وكسبوا الحمد لله وببارك لهم ده سيدات في سيدات كويس بعديها على طول احنا بنلعب تمام انا قبل كده انا قلت ان انا كنت حاسس ان انا بلعب انا في مصر مش بلعب في حته تانية يعني الصاله كلها فجاه بقت بتشجع النادي الاهلي تمام يعني قبل كده برضو كان الموضوع هادي خالص بعد الموقف بتاع بعد اللي هو بقى 2-1 الموضوع اختلف الصاله كلها بقت بتشجعنا وهم كانوا من اكتر الناس انا كنت بسمع صوتهم وانا بلعب فبشكرهم على الوقفه دي الحمد لله رب العالمين هي دي الروح الرياضيه اللي بين الانديه المصريه لازم تكون موجوده فعلا في اخر الحلقه بشكركم بقول لكم الف مبروك لازم في المرحله الجايه تفرحونا تاني زي ما عودتوا دايما تفرحونا كابتن شومان عفوا اكيد كابتن شادي مجدي بقول لك الف مبروك الله يبارك فيك كابتن بيلي الله يبارك فيك الف مبروك ليكم والاسطوره كابتن سيد لاشين بنقول لك شرفتنا ونورتنا وشرفتونا كلكم ودايما تشرفونا في البطولات اللي جايه باذن الله الله يبارك في حضرتك يا كابتن خالد متشكرين جدا ليكم ودايما دعمنا سواء قناه الاهلي او المجلس او الجماهير ربنا يخليكم لينا كلكم وفي الاخر بنقول لجماهيرنا افرحوا باولادنا اللي حققوا بطوله مهمه جدا وبطوله قويه جدا هي البطوله العربيه للتنس طاوله وان شاء الله دايما هم في الميعاد رجال التنس طاوله في النادي الاهلي على البطولات القادمه باذن الله في نهايه الحلقه بشكركم وإلى اللقاء